هاد الكورس ديال الاجتماعيات اولا باك الهدف ديالو هو الى باقي ما بديتي هذا هو الحل اللي درت لك ملخصات مكتوبه بالطريقه اللي تخليك تستوعبها وتجاوب على اي سؤال او مقاله في اي امتحان. وتجيب يتواصل مع هاد النمره في الواتساب، انا مخلي المكلف اللي غيهضر معك وغيقول لك طريقه الدفع وكيفاش غادي يعطيك الكورس في الواتساب على شكل PDF. اهلا الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غندوي فيه على كيفاش تقرا بنفسيه مرتاحه. كنعرفوا باللي النفسيه كتلعب واحد الدور كبير في اي حاجه، اي حاجه كديرها ولا كتقراها ولا كديرها، المهم كتحتاج واحد النفسيه اللي تكون مرتاحه. ونبدا بواحد المعلومه ونصيحه ذهبيه من عندي، ما عمرك تعطي حكم على شي حاجه وانت معصب جاعر، وما عمرك تعطي شي وعد وانت فرحان في واحد اللحظه كنتي فرحان. هاد الجوج هادو جوج بلانات اللي ما عمرك ديرهم. ما عمرك تعطي شي حكم على شي حاجه وانت معصب يعني مشعلل، وما عمرك تعطي شي وعد وانت فرحان. هادو جوج بلانات يعني خليهم معك. مثلا فاش كتكون جاعر يعني عندك شي مشكل ولا شي بلان ولا المزاج ديالك تقلب، وكتعطي واحد الحكم، كترجع اللوم كله على شي شخص ولا على شي قراية ولا على شي خدمة ولا على شي حاجة، وتم كتعطي داك الحكم، وبوسيبل داك الحكم كيبقى معك مدة طويلة، يعني كيأثر لك على المعتقد ديالك على ديك الحاجة ولا داك الشخص ولا anyway. دونك هذه قضية، هذه من جهة. بحال مثلا فاش كتقول القراية راه خايبة، ما كتحددش، كتقول اي قراية في هاد العالم راه خايبة ولا اي مادة في هاد العالم راه خايبة، حيت صافي كيكون تكون واحد المعتقد على القراية بصفة عامة ماشي بصفة خاصة، ماشي النوع الحاجة اللي كتقرا انت. كل واحد اش كيعجبو في يقرا، طبيعة الحال اي واحد في هاد العالم راه كيعجبو يقرا شي حاجة، كاين اللي كيعجبو يقرا القصص، كاين اللي كيعجبو يقرا المعلومات، كاين اللي كيعجبو يقرا الميمز، كاين اللي كيعجبو الترفيه، كاين اللي كيعجبو الفن لار بحالي، كاين اللي كيعجبو كلها واش كيعجبو على ياش يقرا، كاين اللي كيعجبو يقرا على الجنس، كاين اللي كيعجبو كلها واش كيعجبو يقرا. دابا كيفاش تقرا شي حاجه اللي انت مجبر انك تقراها واخا ما عندكش معاها، وبغيتي ديك النفسيه المرتاحه اللي تكون عندك وانت كتقراها؟ وهنا غنشارك واحد الطريقه ذهبيه واعره اللي غتنفع بالجهد. هاد العمليه اولا هاد الطريقه كتسمى بالاقتران، خصني نفهمها اكثر ندي طيب. شنو هي الحاجه اللي كتعجبك في الحياه انت شنو هي الحاجه اللي كتعجبك في الحياه؟ مثلا الا كنتي دري تيتيز ولا شي حاجه، اي حاجه كتعجبك، الحاجه اللي كتعجبك بزاف كتبها في كومونتير باش نعرفكم مزيان. ديك الحاجه اللي كتعجبك كدير ليها اقتران مع هذاك الشيء اللي كتقرا. مثلا شي دري عزيز عليه التيتيز كيقرا على التاريخ، مثلا بغى الماده ديال التاريخ تعجبو، كيمشي يقرا على التاريخ ديال التيتيز في ميريكان ولا في العالم مثلا، ولا وقتاش بدات المسابقه ديال التيتيز في العالم، فهمتي؟ هنا شنو كدير واحد الاقتران ديال واحد الحاجه زوينه كتبان لك انت زوينه، عندك انت زوينه، كدير لها اقتران بديك الحاجه اللي انت ما حاملش تقراها. هنا شنو كيوقع؟ كتولد المتعه اللي كندوي لك عليها. انت مثلا عزيز عليك، شنو عزيز عليك بالضبط؟ الماكياج. كنعطي دابا غير مثال بالماده ديال التاريخ، مثلا عزيز عليك الماكياج، عزيز عليك الماكياج ولا عزيز عليك شي حاجه، كديري ليها اقتران بديك الماده اللي باغا تقرايها وما عندكش ليها واحد النفسيه اللي باغاها انتيا. مثلا تاريخ ديال الماكياج، مثلا وقتاش بدا الماكياج، كيفاش تكتشف الماكياج، شنو المواد اللي كاينين في الماكياج، كيفاش تكتشفوا، فوقاش، فهمتي؟ زعما كندوي على الماده ديال التاريخ.
ملي كنتي باغي شي ماده اخرى نفس البلان كدير ليها اقتران مع داكشي اللي كيعجبك فهمتي، وراه تقدر ديرها مع اي ماده، كتاخد ديك الحاجه اللي كتعجبك انت في حياتك كتعجبك كشخص وكدير ليها اقتران بديك الحاجه اللي باغي تقرا وكتجيك شويه ثقيله على القلب، هكا كتولد المتعه، هكا كتولد المتعه في الدراسه ديالك. هذه الطريقه سميتها عمليه الاقتران، بحال النكت اللي تيكونوا فيهم تخسر الهضره. شنو العامل المشترك ما بين النكته وتخسر الهضره؟ تخسر الهضره بزاف تيجيهم خايب، نيتي تيوسخ لهم ودنيهم مثلا، ولا ما تيعجبهمش تخسر الهضره. ولكن المتعه ديال اولا الاقتران اللي كاين في النكته هو داك هو الضحكه اولا الكوميديا اولا نقد نقول لك مثلا ديك التفويجه، كتقول داك تخسر الهضره ماشي مشكل. واش فهمتي؟ هنا كيوقع واحد العمليه ديال الاقتران، وهذا الشيء راه تطور مع الوقت. انا غير كنقول لك الطريقه باش تخدمها لصالحك. شي حاجه ما كتعجبكش تدير ليها اقتران مع شي حاجه كتعجبك، كتلقى ليها واحد صله الربط، وكدير ليها اقتران مع شي حاجه كتعجبك كتولد المتعه فيها، وكديرها وانت مرتاح نفسيا، فهمتي؟ ماهاش واحد العبء ولا هز واحد الثقل في النفسيه ديالك. هادشي اللي كنت باغي نقول في هذا البلان هذا، وهو اللي كنخدم في بزاف ديال الحوايج ما كيعجبونيش. انا راه ما كيعجبونيش بزاف ديال الحوايج في الحياه، ولكن كيعجبني الفن، والفن يمكن لي ندير ليه اقتران مع ديك الحاجه اللي ما كتعجبنيش واليز. بهذه الطريقه كتكون النفسيه كويسه قوي قوي، فهمتي؟ دا هو البلان اللي كاين، وشكرا على الاستماع. نتلاقاو في الفيديو الجايه، الى اللقاء.